النهارده معانا تدريب مع نجم النجوم نوح، وبندعو له انه يكون من الناس المميزين ان شاء الله. هنشوف موضوع الفتحه زياده عن اللزوم في القدمين، اللي هو الطفل بيعملها بارادته، بتكون في مرونه عاليه جدا في موضوع الفرد ده. ففي تدريب احنا بنعمله لحمايه الفرد، بنحاول ان احنا نلف بالطريقه دي. لو تعملي زوم يا ريت لو ممكن، نحاول ان احنا نلف بهذه الطريقه كده، عشان حاليا لما يفتح رجله كده بهذه الطريقه وبدون تقل جسمه مفيش مشكله، انما لو هو واقف وفتح رجله كده بهذه الطريقه هيحصل له مشكله في منطقه الحوض بالتحديد. فلازم نقوي الاربطه بطريقه زائده عن اللزوم. يبقى التدريب ده مش مع كل الاطفال متلازمة داون بنديه، لكن بنديه للاطفال اللي عندهم مرونه عاليه في الفرجين. شوفوا لو احنا هنلاحظ المرونه بتاعته عاليه جدا، ممكن انا لو ضغطت اكتر من كده، او هو لو عنده استجابه او عنده رغبه انه ينزل رجله اكتر من كده هيجيبها اكتر من كده، الاثنين مع بعض. بس هو بيعاند معايا شويه، المفروض ان هو بيكون اكتر كمان من هذه الطريقه. ممكن تصل الى ان يحطها على كتفه من هنا ومن هنا. فاحنا الحل الوحيد ان احنا نخلي الاربطه بتاعت رجل قويه اقوى من العادي في التدريب ده. يعني نحترس بشده ان احنا ما نطلعش الكوره بتاعت عظمه الفخذ، نهايه عظمه الفخذ من منطقه الحوض. فبنحاول ان احنا نعمل معاه التدريب ده كتير. بطلب من كل اسره عندها ابنها عنده نوع من المرونه في المفاصل كده عاليه تعمل معاه التدريب ده. هتحاول ان هي تكون بسلاسه شديده جدا وبدون ضغط على الطفل، زي الدايره اهو. بص بعمل، شوفوا انا بعمل كده زي الدائره بالظبط وبطريقه بسيطه جدا. ده بيساعدني بيحمي منطقه الحوض من اي مشكله، تمام؟ بالاضافه الى التدريب القديم اللي احنا كنا بناخده، ان احنا بنعمل ايدينا زي الحلقه كده ونقفل ونفتح عضلات القدم بهذه الطريقه، فيقفل ويفتح الحوض العظمه نفسها دي هي. فيكون في يعني ان شاء الله تقدم مميز للولد ان شاء الله. وبشكركم وان شاء الله تتابعونا في تدريبات جديده ان شاء الله.